ازيكم يا جدعان؟ وحشني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد جايب لكم شويه فيديوهات عنب شتراوس الجنزبيل. شتراوس الجنزبيل، يلا شوف اول فيديو نرجع لكم على طول. فرحي في شهر 9 وعاوزاك تحضر الفرح. انت يا بنتي، هو انا اخو البنات كده بالاسم؟ يعني انا بقول انتوا اخواتي والكلام ده كده بالاسم بس كده عشان تيك توك وبتاعه ويلا بينا وهود بشويه فولو وشويه متابعات وشويه لايكات وشويه كومنتات ورحمة أبويا اللي عمري ما حلفت بيه خالص من ساعة ما توفى. أنا بعتبركم فعلاً فعلاً إخواتي من أمي وأبويا. بخاف على كل واحدة فيكم، حتى في الكومنتات لما أكون متعصب وبرد على حد بانفعالي الناس بتستغرب تقولي هو أنت بتزعق ليه؟ هو أنت بتكلمهم كده ليه؟ ما عشان إحنا إخوات، عشان أنا بخاف عليهم، بحبهم من قلبي. طيب أنا بوعد أي حد هيعزمني في فرحه من إخواتي البنات، أنا هحضر فرح أي حد هيعزمني والله العظيم، وهشرفك ما تخافيش، اخوكي قدها وقدوها. شكرا، روح لهم. ايه يا عم سمر العاشر؟ ايه يا عم الفنان؟ ايه يا عم المبدع ده؟ مع ان طريقه الشط يعني خبيثه شويه، ماشي. هو انت يعني ما بتحضرش غير افراح بنات بس؟ الرجاله ما جايينش معاك سكه؟ ما فيش حد من اصحابك يا اخي يا راجل يعزمك على فرح ما جايينش معاك سكه خالص؟ بوعد اي حد هيعزمني في فرحه من اخواتي البنات، انا هحضر فرح اي حد هيعزمني والله العظيم، وهشرفك ما تخافيش، اخوكي قدها وقدوها. وكلكم امات، بحبكم كلكم، كلكم امات. بصوا عليا وقلدوا، انا جيت يلا بعيد. اصحى فوق عن الكلام، فوق اسمي مسمع في كواكي، فوق بغض النظر عن انك انت شبه منور. ايه الحلاوه دي يا منور؟ يعني الا ان الحاله اللي انت فيها دي هي بتجيني فعلا، بس ببقى اول ما ببقى يعني واكل حاجه تقيله وبتاع واكاد معلف ببقى عامل كده كده، ببقى عايز اخش الحمام باي طريقه اجري. لكن اللي انت فيه ده انا مش عارف افسره الصراحه، ده مغص ده ولا بعد عن انا مش بعد. طب ام طب 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 ما خلصنا صبت الفخ كروان وديب ما كش تخيب اديتو عالي فنان تتشاف عايز من ضاح. انا اتحدى اي واحد فرج على الفيديو ده، اتحداه لو كان بص على وشها. الفيديو عبارة عن حاجة واحدة بس، شنطة كده. صدري مالو؟ صدري مرجع القلعة كلها. طب ما تقولي انك انت جاي تعرضي بنشاتك، يعني انت بتروح الجيم وبتاع وارجعي تعرضي يعني جاي تعملي لنا عرض كمال اجسام. شكرا، روحي لامك. انك حساني بعينه قلبي حبيبة قلبي روحي. انت استني، ستوب فيكس، ستوب فيكس دلوقتي. ده انجليزي دي يا مرسي. دلوقتي هو القلب هنا كده؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ هو مين اللي نقل؟ انت اللي خرجت خلصت من قول القلب خليه هنا؟ ده مجد يعقوب هيديكي جايزه انك انت قدرت توصلي للعلم الحديث ان احنا ننقل القلب من هنا من التجويد كده. مش هقول لك غير حاجه واحده، دي ام عطيات. شكرا، روح لهم. ولو وصلت لحد هنا يبقى احب اقول لك ان احنا وصلنا لاخر فقره واحلى فقره عندنا، وبعدين هنقفل الفيديو. يعني
شو اخر مقام؟ شو اخر مقام؟ يمكن تعجبك يا اخي، يمكن تعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. ولحد هنا الحمد لله، يعني نكون خلصنا الفيديو وربنا قدرنا ويعني وصلنا لحد نهاية الفيديو. نشوفكم على خير، سلام. الطباية دي استنى استنى استنى، خد خد تعالى هنا. انت نسيت اللايك والشير ولا ايه؟ رايح فين يا معلم؟ لايك شير سبسكرايب بقى على القناة. قلبي ليك، سلام. الطباية دي الطباية دي الطباية دي مالها يا عم؟ الطباية بتاعتك دي يا ابو عمو.